نبقى أيضا في إطار هذه التغطية، وينضم إلينا من بيروت العميد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي. حضرة العميد، تبعت معنا هذه المبادرة، يعني كنا نتوقع أنه تأتي مبادرات الرئيس السيسي فقط في إطار المبادرات لإنقاذ المناخ وتغيرات المناخية، لكن فاجأ الجميع بفتح باب لوساطة، يعني تحدث بأنه يمكن أن يلعب دور وسيط إذا ما طلب منه ذلك لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية. استراتيجيا، كيف تقرأ المبادرة في هكذا توقيت أمام كل هذا الحضور الدولي؟ طبعا مساء الخير. يعني بالدرجة الأولى لا يمكن إلا الربط بين أهداف المؤتمر المتعلق بالمناخ وبين الحرب الدائرة في أوكرانيا. كلنا نعرف أن الدول الأوروبية لجأت إلى العودة إلى أساليب قديمة لتعويض الغاز الروسي. نتكلم عن ألمانيا التي عادت إلى إحياء عملية استخدام الفحم الحجري، ناهيك بعدد كبير من الإجراءات التي اتخذت في بريطانيا وفي غيرها من الدول، والتي طبعا ستزيد من التلوث وستعيد المكنة الصناعية في أوروبا وفي غير أوروبا إلى يعني سنوات، إلى عشرات السنوات التي خلت، وهذا كله سيؤثر على البيئة. كذلك يعني تناول الرئيس السيسي الموضوع في قمة المناخ من زاوية دور أوكرانيا كمزود لعدد كبير من الدول بالمواد الغذائية، وبالتالي هنا عندما نتكلم عن المناخ لا يمكن إلا أن نتكلم كذلك عن الفقر، لأن عملية الخروج يعني من بمسار ما لتطوير حماية المناخ هو يرتبط عادة بالثروة في الدول، فلا يعقل أن نطلب من عالم يعني يعاني من الحروب ويعاني من أزمات فقر مستجدة أن يلتفت إلى عملية يعني تطوير المناخ ومكافحة التلوث وإلى آخره. طبعا الرئيس السيسي عندما تكلم عن قدرات أوكرانيا، دورها كمزود للوقود وانعكاس ذلك على الأزمات التي أصبحت تعانيها دول أوروبية وغير أوروبية، وقال أن مصر كذلك هي من الدول التي تعاني، لأن الاقتصاد المصري كذلك ليس اقتصادا من الدول الأولى. طرح نفسه الرئيس المصري أولا يعني من قبيل القول أنه لا يبحث عن دور، وثانيا للقول أنه يجب أن يكون هناك مبادرة ما توقف هذا الصراع الدائر. ويستند الرئيس المصري كذلك إلى تجربة طويلة يعني اكتسبتها مصر من خلال إدارتها لعدد من الصراعات، سواء الصراع العربي الإسرائيلي والخروج الشجاع من عملية الحرب باتجاه التهدئة، أو سواء بالتعامل اليوم مع الأزمة الأثيوبية وأزمة سد النهضة وأزمات أخرى في المنطقة، الأزمات التي تنشأ عادة بين غزة وإسرائيل. إذن يعني تقصد حضرتك بأنه هذا يعطيها ثقلا حضرة العميد، كونها صاحبة مبادرات طويلة في هكذا قضايا، صاحبة مبادرات لها وزن شرق أوسطي وكذلك لها عالم إفريقي يتجاوب معها. طيب. وهي فعلا برغم كل الضغوط التي مرست عليها لا يعني نجت من أن تكون طرفا في أي اصطفاف حاد عندما حاولت الولايات المتحدة والغرب استثارة الدول العربية للوقوف إلى جانبها، إن لجهة التعاطف مع العقوبات ضد روسيا أو لجهة العسكرة وتزويد أوكرانيا بما يلزم. يعني هذه الحيادية المميزة للدور المصري منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، هل تعطينا انطباع بأنه يلتقط الخيط روسيا حضرة العميد؟ يعني نعلم بأنه لغاية الآن الوقت مبكر، لا يعني أي تعليق رسمي من روسيا على مبادرة الرئيس السيسي، لكن المنتظر في الساعات المقبلة، خاصة وأنه كان هناك أيضا تلميحات بأنه يجب أن يفتح باب التفاوض بين الروس والأوكرانيين في قادم الأيام. هذا صحيح جدا. يعني إذا استعدنا يعني ما جرى من مفاوضات والدول التي تطوعت لوساطة ما بين روسيا وأوكرانيا، طبعا كان لتركيا محاولات، ولكن هذه المحاولات ما لبثت يعني أن توقفت بالرغم من بعض النجاحات المتعلقة بعملية يعني نقل الغذاء من أوديسا إلى العالم، ولكن في مكان ما تركيا كانت
يعني طرفا بشكل او باخر في هذه الحرب، سواء بتزويد اوكرانيا بالمسيرات او سواء بكونها ممر الزامي للغاز الروسي نحو اوروبا. وبالتالي يعني الدور التركي كان يتعلق بدور يعني واقعي ومحسوم ارادت تركيا ان تعززه، ولكنها في مكان او اخر انما تعزز موقعها في ظل هذا الصراع الدائر. بينما يعني مصر هي متجرده تماما عن هذا الصراع، واعتقد انها يعني لم تقف لغايه الان اي موقف يمكن ان يستدل منه ان مع هذا الطرف او ذاك، بل انها تنشد الاستقرار الدولي وتحاول يعني القول ان جميع دول العالم عاجلا ام اجلا بشكل او باخر وبنسب مختلفه ستدفع ثمن هذا الصراع الدائر والذي يبدو انه مفتوحا على شهوات السيطره، ومفتوحا كذلك على يعني هذا العقل الجهنمي الذي عاد يستيقظ في اوروبا مع صعود اليمين، والذي عاد لياخذ الشعوب الى الانتماءات الضيقه والقوميات الضيقه والحسابات التي لم تعد تتفق مع منطق العصر. شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات، كنت معنا من بيروت العميد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي.